الزوج يسمح للزوجه، هو المفروض الزوج يسمح للزوج، كلاهما نعم هذا فصيح، كلاهما زوج، هذا فصيح، اجازوا اتاء التانيث. الزوج يسمح للزوجه بحريه التصرف في المال، حدود هذه الحريه في التصرف ان تتقي الله ربها فيه، بان تضعه في موضعه، بان تتصدق به، بان تحسن به، بان تكفي نفسها وتكفي بيتها وتكفي اولادها وما يفيض، تجعله في محله. هذا افضل ضابط لها، انها تبقي هذا المال عند الله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وقالت ذهبت الشاة وبقيت ايش؟ انا ابقيت لك الزراع فقط. قال يعني اراد ان يردها، قال بل ذهبت الزراع وبقيت الشاة. فلتفعل ذلك، تعامل ربها في هذا المال، هذا افضل ضابط تتعامل فيه مع مال زوجها. زوجها القبول.